The man is trying to pull down the tree using the cable and the small pulley arrangement. If the tension in AB is 60 pound, اللي هو ده. Determine the tension in the cable. Find the angle which the cable makes at the pulley, اللي هو ثيتا. زي دي 30 ودي 20 لو مدينا الخط ده كده اهو. دي كلها 30 ودي 20 يبقى الحته دي 10. الثيتا اللي هي دي كلها. والستين على امتداد الخط الأحمر ده. لو اعتبرنا ده مثلا محور الإكس وده محور الواي، هقول سيجما الإف واي يساوي صفر، ده الاتجاه الموجب، يديني تي الزاوية دي نسميها مثلا ألفا، فهقول تي ساين ألفا ناقص تي، ده تحلل كده وده تحلل كده، كده كوساين كده ساين، 10 يساوي صفر. طالما التي تساوي التي اذا الالفا تساوي 10 درجات، اذا الثيتا تساوي 20 درجة. ده البارت بي. بالنسبة لسيجما الاف اكس يساوي صفر، ان الشكل متزن، هقول اتجاه الموجب كده. يبقى 2 تي ده كوساين وده كوساين، 10 ناقص 60 يساوي صفر. اذا كل تي تساوي 30 على كوساين 10، 30.5 باوند. يبقى ادي التنشن، طبعا هو كيبل واحد ملفوف حوالين بكرة بولي، يبقى معنى كده نفس التنشن، وادي الزاوية اللي بيعملها الحبل مع البكرة.